السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الأخوة منتوري قسنطينة ومرافق سابق في خلية التكوين والتعليم عن بعد. في نهاية هذا الفيديو إن شاء الله راح نكون وتعرفنا مع بعض على كيفية إنشاء مخطط للدرس. قبل ما نبدأ، لماذا ما اشتركش في القناة؟ اشترك فيها وفعل زر الجرس ليصله الجديد أول بأول. مخطط الدرس راح نشوفه. عندنا هنا كانفا دو بلون دو كور، مخطط الدرس هنا بالفرنسية. أنا راح ندير مخطط درس باللغة العربية لأن أغلبية الزملاء ليستعملوا اللغة العربية لا توجد يعني مراجع كثيرة وأمثلة كثيرة في هذا المجال. لهذا عندي مخطط درس هنا، راح نتعلمو كيفاش نديرو هذا المخطط. أول حاجة في لاباج دو غارد، مخطط المقياس أو الدرس. أنا اسم الكور تاعي ميكانيك المواعي، اللي هنا اسم الأستاذ، تحطو اسم الأستاذ والتاريخ تاع الإنشاء. دوزيام بوا الفهرس، انا الفهرس هنايا يخرج اوتوماتيك. عندي فيديو في القناة يتكلم على كيفية انشاء الفهرس آليا، يعني اوتوماتيكمون راح يخرج لي الفهرس آليا. تلاحظوا هنا كي نضغط على كنترول تاع الكلافي وندير بلا سوري تخرج لي اليد هذه، يعني كي نكليكي عليها مباشرة راح نروح للنقطة هذه. اوكي، وحتى وكي ندير موديفيكاسيون راح نكليكي بلا دروات ونقولو ميزاجور. هنا يعطيني لا ميزاجور تاع لي باج، روتاسيون دي باج، ولا ندير لا ميزاجور تاع الفهرس كامل. انا هنايا ندير له غير تاع الصفحات. هاد لا فيرسيون هي النسخة الأولى لمخطط الدرس، ما تحتويش على كل يعني العناصر. نبدأ بالعنصر الأول، هو معلومات حول المقياس أو المادة. هنا المعلومات اللي لازمها تكون عندنا جامعة، جامعة الأستاذ يعني اللي ينتمي إليها، والكلية والقسم، وأيضا المقياس يعني هذا المادة وش اسمها. عندنا الفئة المستهدفة يعني الدرس هذا، المقياس هذا ولا المادة هذه لمن موجهة؟ موجهة مثلا السنة الأولى علوم وتكنولوجيا، مثلا السنة الثانية نظافة وأمن صناعي، وهكذا. نحطو أيضا الرصيد تاع هذه المادة والمعامل تاعها، حجم الساعي. حجم الساعي مثلا هنا عندي 45 ساعة، فيها 22 ساعة ونص محاضرات، 22 ساعة ونص أعمال موجهة، كل واحد يمضي في حسب الدرس تاعو. التوقيت ثاني، حط التوقيت تاعو يوم الاثنين من 8 إلى 11، الحجرة A2 2. وأيضا نحط المعلومات اللي حول الأستاذ باش الطالب كي يطلع عليها يعرف شكون اللي راح يقريه. دونك استاذ المحاضرات والاعمال الموجهه، هو تحط اسم الاستاذ المقدم لهذا الدرس. اذا كان المحاضرات برك تحط غير تاع المحاضرات، واذا كان اعمال موجهه تحط غير تاع الاعمال الموجهه. اذا كان عاد كل استاذ محاضرات زي والاعمال الموجهه زي تحطهم في زوج. تواصل تقدر تحط لهنا تواصل عبر الايميل او الميسنجر او اي وسيلة تواصل اخرى، حتى ويمكن وضع رقم الهاتف يعني الخاص بالعمل. اوقات التواصل في المكتب، اذا كان عندك مكتب او قاعة اساتذة تحط الايام اللي تكون فيها انتيا قاعد باش تلاقى الطلبة وتشرح لهم اي شيء مازالوا ما فهموش او حبوا يعني يطرحوا عليك اسئلة اخرى. النقطة الثانية اللي مهمة هي ملخص الدرس. في هذه النقطة كل أستاذ يحط الملخص تاع الدرس تاعو.
مش بزاف، يعني 4 سطور 5 سطور او ماكسيموم. ملخص على الدرس تاعو. النقطة الثالثة هي محتوى المقياس، هذه إجبارية ثاني. محتوى المقياس يعني المقياس هذا مثلا يحتوي على 4 محاور، فيه 4 شابيتر، وأيضا تتكلم باللي كل شابيتر فيه ديزاكتيفيتي لوكال يعني محلية في كل شابيتر، ومن بعد تقولهم ومخطط الدرس بالتفصيل، أو إليكم مخطط الدرس حسب النحو التالي: مقدمة، محور الأول، محور الثاني، محور الثالث، محور الرابع، وهكذا. تقدر تزيد هنايا ثاني في الأخر ديرلو طريقة التقييم. النقطة اللي تجي من بعدها هي المتطلبات القبلية. هذه المتطلبات القبلية كاين بعض المحاضرات ما فيهاش متطلبات قبلية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المتطلبات القبلية هي اللي لازم يعرفها الطالب قبل ما يقرأ هذه المحاضرة، يعني يحتاجها. الأفضل ما تكونش بزاف، لأنه مثلا تحط انت 20 حاجة لازم يعرفها، يعني قليل اللي راح يقرأ هذه المادة. لازم يعرف هذه 20 حاجة باش يقدر يقرأ هذا الدرس. لهذا كنت تصيب تحط 1 2 3 وماكسيموم، يعني هذه يعني نصيحة من عندي. وأيضا الأفضل تكون دقيقة، يعني دقيقة جدا. قال نحوس ماشي تقول له لازم يكون يعرف الرياضيات، الرياضيات واسعة، لازم يكون دقيقة. أنا هنايا ما حبيتش قلت مفاهيم أساسية حول الفيزياء، يكون أمو قرأ الفيزياء وخلاص، وهنا يكون أمو قرأ الكيمياء. ومن بعد يجي اختبار المتطلبات القبلية أو المكتسبات القبلية إذا وجدت، لكن ما وجدت ما عندناش حتى اختبار. وتكتب له أيضا تكتب له مثلا يقدر يروح يراجع كتاب أو درس معين في حالة الفشل في الاختبار، لكن ما نجحش يروح يزيد يعاود يقرأ هذه الأشياء باش يقدر يدخل هذا المقياس. أهداف الدرس ولا أهداف التعليم، هذه ثاني أوبليغاتوار لازم تحطوها. كيفاش نحطوها؟ أولا لازم تكون أهداف كثيرة أكثر من المتطلبات القبلية. ثاني حاجة عندنا عندنا كما نقولو حنايا أفعال داكسيون، فيرب داكسيون، اللي لازم نراعيهم في هذا في هذا في صياغة هذه الأهداف. ما نقدرش نروح نديرو التطبيق وهو ما فاتش على المعرفة. دونك هادو شفناهم، يعني كاين جدول تاعهم، كاين 6 6 يعني 6 مستويات نقدروا نهزوه، نكتبوه في الانترنت برك نلقاو هذا الجدول ونهزو منه الأفعال. مثلا النيفو الأول المعرفة، النيفو الثاني مثلا الفهم والاستيعاب، يصنف في كما يقولون يصنف يناقش وهكذا. نيفو 3 هو التطبيق، تكتب يطبق مثلا تطبيق قوانين الموائع، يختبر، يلاحظ، يفسر. المستوى الرابع هو التحليل، تكتب يحلل الطالب كذا كذا كذا، يفرق الطالب كذا كذا، يربط، يقارن وهكذا. النيفو 5 هو التركيب، كيفاش نركبه، مثلا يثمن، يلخص وهكذا. هذوما الأفعال تاع النيفو 5. كاين النيفو 6 هو التقويم، يعني يولي يقدر يدير تقويم، يقيم، يقدر يحكم وهكذا. هذو لي نيفو نحطوهم هنا في أهداف الدرس، وراكم شفتوها من قبل. يعني المرحلة اللي تجي من بعدها اللي هي أوبليغاتوار، طريقة التقييم. لازم الطالب كي يقرأ هذا مخطط الدرس يعرف طريقة التقييم. أولا مثلا التقييم هذا تقدروا تلقاوه في الكانفا تاع الموديل تاعكم، يعني الموديل تاعكم كاين كانفا في الإدارة فيه طريقة التقييم. مثلا الموديل هذا تاعي هنا فيه 2 ميثود، يعني 2 طرق. الطريقة الأولى
هي التقييم بواسطة امتحان كتابي حضوري في آخر السداسي يحتوي على كل ما تم التطرق إليه ومناقشته في المحاضرات، إضافة للتمرير من الأعمال الموجهة، ويدخل في النقطة النهائية بنسبة 60%. يعني هذا يدخل 60%، وعندنا التقييم المستمر اللي يكون جنرالمون في الأعمال الموجهة، ويدخل في التقييم بنسبة 40%. أنا تاعي مقسم بين 30% ديزاين تيرو يعني بعد كل فصل، و10% راجع للحضور والمشاركة في كل حصة. هذا كل أستاذ حر في طريقة التقييم، يعني التقييم المستمر أستاذ حر فيه. معدل النجاح لازم يكون يتحصل على 10/20. النقطة اللي تلي بعدها هي أنشطة التعليم والتعلم. هنا هذه ثاني كما نقولوا حنايا، وش هما الأنشطة اللي تحطهم نتايا في الدرس تاعك باش يقدر الطالب يفهم ويعني يستوعب الدرس ويقدر يحل التمارين تاعو. تقدر تلخصها هذه كل، تحط مثلا أنشطة التعليم، هو عندي درس وعندي لي تي دي فيهم تمارين وخلاص، يعني سي با لا بين تكتب هذه كل. أيضا تجي النقطة اللي بعدها هي المقاربة البيداغوجية، هذه اوبيراسيونال يعني ماهيش اوبليغاتوار تحطها، سي با اوبليغاتوار، لكن هي في الحقيقة هي تكون يعني مختلطة بين 3 ركائز اللي هي المعرفة والخبرة المكتسبة من المعرفة وتوظيف المعرفة. وكل وحدة راني مديطايها هنا، مديطايها هنايا بالتفصيل، مثلا المعرفة، ومن بعد تجي الخبرة المكتسبة، ومن بعد في الأخر توظيف المعرفة. النقطة اللي بعدها ما قبل الأخيرة هي سيرورة العمل. مثلا هنا تقول لهم مقياس كذا كذا مقسم إلى حصص محاضرات وحصص أعمال موجهة، ففي شغل تشرح له كيفاش راح تكون سير العمل في هذا المادة. ففي المحاضرة يتم التعرف واكتساب المعارف، في الأعمال الموجهة نديرو التطبيق تاعها. هذه يعني أشياء يعني تشرحها نتايا كل واحد والدرس تاعو. والنقطة الأخيرة هي المصادر للمساعدة، يعني تحط له هنا مراجع والله يعني أشياء اللي تقدر تساعده، مثلا كتب ولا فيديوهات ولا يقدر يشاهدهم باش تساعده على فهم هذا الدرس وينجح فيه بكل سهولة. راح نحط لكم الرابط تاع هذا الاستمارة في الوصف تاع الفيديو. ما تنساوش الإعجاب بالفيديو، ديرونا لايك في الفيديو وخليونا الملاحظات تاعكم أسفل هذا الفيديو باش يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.